لا علاش؟ هكا كما قدمت حد شيء وما نظنش كان باش تزيد تقدم اي حاجه. واش صعب صار بالدور؟ علاش؟ باش على خاطر ما عادش البنوك العالميه ما عادش تنجم تصرف تونس. اذا كان ثم ضمان وفلوس مواطن باش ترجع نجم نسلف ثم حتى مشكل. بيان سور ثم حتى مشكل. وعلاش؟ علاش؟ خاطر او موا منه فيه زيتو يقليه. حتى فلوسي انا ولا فلوس الشعب ابريتو مش ترجع في يوم من الايام مش ترجع بور لو بيان تاع الشعب هذا الكل. ترى ناقص شكون يسلفني ساعه حتى باش نتسلف؟ انا مربعه صغار ويقراو هكا ترى المعيشه شنو ساير فينا في البلاد. فهمتني؟ انا الام وانا البو نبش نسلف هو كي نعمل مزيه عاوني علام خليني نقري بلادي ونوصلهم والسافا. مستعد خاطر اوفا هي فلوس الدوله. هو احنا مواطنين في الدوله، لو احنا اللي نكونوا الدوله. لو احنا نسلفوا الدولة، انا نحب نتقدم ونؤمن مفهوم الدولة. شنو هو مفهوم الدولة؟ هو مجموعة مواطنين. لو احنا اللي نسعوا الدولة واحنا اللي نسلفوا الدولة. انا نسلف الحكومة فلوس، لا خاطر انا مستحقة فلوس. هي اللي سلفني مش انا نسلفها، هي اللي تعاون العبيد مش هي اللي تزيد تخدم من عند العبيد، هي بطبيعتها تسلف الشعب الحكومة. مش تزيد تسلف من عندها. تسلب هي مش تسلف. انا قاعدة تسلف. ايه علاش ما تسلفهمش؟ اه علاش ما تسلفهمش؟ علاش البلاد على الاخر شكون عنده بربي شي يسلف؟ كان لقى مع شكون يتسلف انا؟ انا مش مسلف مادي جون، سلف الدوله البلاد هي مسلف. اي البلاد متسلف كل خير. علاش؟ هي مش الحكومه تونس. دوله. اي مش مادي جمعه. خاطر البلاد مستحق خير ما نسلفوا من عند البرايني. كور اي فكره. انا قلت باش ما نضروش البلاد اكستيريور وهات ماكله تبعيه ويفرضوا علينا شروط عادنا منا فينا خير هكا تظهر لي. لو نعرفها باش تعمل بها بالمنجد للبلاد نعطيها اللي نكسبه نعطيها، اما نخاف لا يمشي كيما ماشي غيره. يعطيك الصحه. يقف غادي هكا ولا لو كان واحد يعرف اللي بالمنجد باش يصلحوا بها البلاد يعطي لحمه لبلاده. وصدقني ساعات التلفزه نولي نبكي مش على انك على تونس. تونس كيفاش وليت؟ نمرض انا وليت عليه، كان حاجه لها هي على الراس والعين. انا نسالها الدوله فلوس هذي، انا ما عاديش باش نسلفها اول حاجه هذي. من حيث المبدا ما نسلفهاش. علاش؟ الدوله هي اللي نورمالمون تقوم، هي معناتها فلسفه الدوله والمنشا نتاعها باش تقوم على امر المواطنين اللي فيها، فهمتني؟ إذا كان ماهيش قادرة هي التي تستقيل. اون برانسيب الحكومة دعم الشعب مش الشعب يدعم الحكومة. ما نسولفوش صاحبي ما دام الدورة ما عنديش فلوس. نعطيو فلوس نسلفوا بعض مشكلة هي. نهضر سارقد فلوس تو احنا نرجعوا لنا فلوس. نسلف. علاش؟ هاي ظروفه تاب. هو بمعنى ما عندوش. هو الدولة اللي هو. الدولة شنو؟ الدولة معناتها الدولة باش تسلف بعدي أنا. بون اذا كان تقصدني علاش لا؟ اذا كانت بعد يهز تليفون ويكلمني مادي جمع يقول لي يا وليد مثلا حشتنا بكيت الكيت نعطي قال شي حب هو يرجعهم لي زعما؟ هو ما نعطيهاش. علاش؟ علاش؟ يعطوني انا ساعه نورمالمون هما يعطوني مش انا نعطيهم. لا علاش؟ خاطر عندهم فلوس. شنو؟ يجيبوا الفلوس اللي برا وكل شيء و سي بون يعني تونس تولي سافا. نسلفوه ونعاونوه وهو ربي معاه. علاش؟ على خاطر الحمد لله خرجنا البلاد من هالأزمة هذيا. خرجنا البلاد من هالمصيبة. فهمتني؟ عامين عني وفي المصايب. في لبنان خويا عايش.